أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سالت أجواء حارة في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة كانت أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن خلال الأيام القادمة يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة وتسجل المزيد من الارتفاع كنتيجة لاندفاع لكتلة هوائية حارة من الصحراء الإفريقية باتجاه الجزيرة العربية. سنستعرض تفاصيلها، لكن لا بأس نبدأ نشرتنا كالعادة باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها في هذه النشرة. ستكون حول الكتلة الهوائية الحارة ودرجات الحرارة الأعلى من معدلاتها مستمرة وموجة من الغبار، سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة يوم الأربعاء. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، توضح خلوع عموم مناطق الجزيرة العربية من الغيوم كنتيجة لتمركز لمرتفع جوي في كافة طبقات الجو في هذه المناطق، وبالتالي خلت الغيوم في كافة طبقات الجو فوق المملكة العربية السعودية وعموم الجزيرة العربية وامتدادا حتى منطقة بلاد الشام. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء. درجات الحرارة تبقى مرتفعة في عموم مناطق المملكة، تكون نوعا ما معتدلة إلى دافئة في المنطقة الشمالية، لكن يوم الثلاثاء تسجل درجات الحرارة المزيد من الارتفاع في عموم المناطق بما فيها المنطقة الشمالية. درجات الحرارة تكون في أواخر الثلاثينيات وربما تصل أو تلامس 40 درجة مئوية في منطقة الربع الخالي، منطقة تهامة مكة، أيضا المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وأيضا أجزاء من منطقة الرياض. درجات الحرارة تبقى مستمرة يوم الأربعاء، تبقى مرتفعة عفوا يوم الأربعاء، لكن تبدأ تنخفض تدريجيا في المنطقة الشمالية. سبب هذا الارتفاع نستعرضه في هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذا الارتفاع، حيث يتحرك منخفض سطحي حراري من الأراضي المصرية باتجاه منطقة بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية يومي الاثنين والثلاثاء، يعمل على اندفاع لهذه الكتل الهوائية الحارة من الصحراء الإفريقية باتجاه الجزيرة العربية. درجات الحرارة سترتفع في عموم المناطق خلال منتصف الأسبوع الحالي، ترتفع بشكل كبير، يصبح الطقس حار إلى شديد الحرارة، درجات الحرارة تلامس 40 درجة مئوية في العديد من المناطق بما فيها العاصمة الرياض. لكن خلال نهاية الأسبوع، مع تحرك هذا المنخفض الجوي بعيدا نحو العراق، تندفع خلفه كتلة هوائية باردة، تنخفض درجات الحرارة يوم الأربعاء في المنطقة الشمالية، لكن تبقى مستمرة ومرتفعة في باقي مناطق المملكة. يوم الأربعاء بإذن الله هو مع تحرك المنخفض الجوي باتجاه العراق، يتوقع أن تهب على المملكة رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، تعمل على حدوث موجات غبارية تشمل كل من منطقة الرياض الشرقية، حفر الباطن، الحدود الشمالية، منطقة حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وحتى منطقة جدة ومدينة جدة. يوم الأربعاء يتوقع أن تكون الأجواء هناك مغبرة مع نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية في منطقة جدة، تعمل على ارتفاع الموج، بينما تكون جنوبية غربية في باقي المناطق. هبات الرياح ربما تلامس 90 كيلومتر في الساعة، وبالتالي تكون الظروف مهيئة لحدوث هذه الموجات الغبارية، وينبه من التدني الكبير في مدى الرؤية الأفقية. سرعان ما ستتراجع هذه الهبات وتتراجع هذه الرياح اعتبارا من يوم الخميس. الآن نذهب للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة. طقس صافي 22 درجة مئوية، الملموسة 21، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين طقس حار 36 درجة مئوية، أما الصغرى 22، يوم الثلاثاء طقس صافي 34 إلى 25، لكن يوم الأربعاء ومع هبوب الرياح الجنوبية الغربية النشطة ترتفع درجات الحرارة لتلامس 40 درجة مئوية مع طقس مغبر ورياح نشطة، بينما ترتفع خلال ساعات الليل لتلامس 30 درجة مئوية، 27 درجة مئوية كحرارة دنيا، ربما تلامس 30 في بعض المناطق القريبة من العاصمة الرياض. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.